A single piece solid wheel made of two discs. الكبير نص متر والصغير ربع متر. Will has a moment of inertia I 0.5 كيلوغرام متر سكوير. The wheel is free to rotate about a horizontal frictionless axis through its center. هنا كده افقي داخل لجوه. Two constant forces اللي هو 10 و6 قيمهم ثابتة ما بتتغيرش. Are applied to two ropes which are wrapped around the two discs as shown in figure. طيب عايز ايه بقى؟ شوية طلبات سريعة كده. في المطلوب ايه؟ خلينا نحط A B C D. طيب في المطلوب ايه؟ بيقول لي what is the net torque acting on the wheel. النت تورك طبعا ده 10 اكتر لان مسافته اكتر وهو اكتر، فالالفا هتكون كده، والتورك هتساوي مجموع الفورسز اللي عندنا في مسافتها، وعارفين ان الموجب كده هيكون 10 الار الكبيرة نص ناقص 6 الار الكبيرة ربع، 10 في نص ب5 نشيل 1.5 يبقى 3.5 نيوتن دوت متر. يبقى ده البارت ايه؟ خلصنا. في البارت بي طالب وات ذا انجلر اكسلريشن اوف ذا ويل، يعني كان المفروض طلبها طلب واحد مع بعض بدل ما يعمل ايه وبي. هنقول ايه؟ سيجما التورك بتساوي الاي في الالف، والاي الاول التورك اهو والاي اللي نص، اذا الالفا نقسم 3.5 على نص 7 راد على السكند سكوير مباشر. كالكليت ذا تانجنشال اكسلريشن اوف ا بوينت ات ا ديستانس ار 1 يعني عند نص متر فروم ذا سنتر اوف ذا ويل. برضه نفس الشيء، احنا عندنا الاي تي بتساوي الالفا في الار، الالفا اهي والار نص، كان بيعلمنا جدول الضرب، ف7 في نص ب3.5 متر على السكند سكوير. طبعا تقولوا يا ريت الاسئله كلها تكون كده. طبعا بتتخض من الشك، ولكن المضمون زي ما انتم شايفين. If the wheel starts from rest يعني الاوميجا نوت بصفر، how many revolutions يعني عايز الدلتا ثيتا بس بالراد، does it make in 16 seconds؟ طيب احنا عندنا الدلتا ثيتا طالما الاوميجا نوت بصفر هتضرب في التي فتضيع، زائد نص الفا تي سكوير، الالفا حسبناه ده راح، والالفا ب7 والتي ب16 بس نربحها، فتطلع الثيتا نص ب7 يعني 3.5 في 16 تربيع، طلعت 8.96 راد نقسم على 2 باي عشان تطلع بالريف زي ما عاوزها، طلعت 143 ريف. يبقى كده خلصنا السؤال.